مع كعوان، التسجيل يصوب، كعوان ويسجل، يسجل رمية ثلاثية، أول النقاط بالنسبة لعبد الحليم كعوان في هذه المباراة. صانع العاب مرة كرات كثيرة، ولكن التسجيل هذه أول نقاط، وهذا محمد كودير يضيف سلة جديدة لمصنع الفريق العالي. 17 نقطة لمصنع محمد كودير. هذه الرمية الثلاثية تسير بشكل ممتاز، ساخنة ومثيرة، وهذه محاولة من كعوان، يمر يمر كعوان، كعوان يمر كالسهم على مروان بغويلة. شوف السلة الأخيرة اللي كانت عن طريق اللاعب عبد الحليم كعوان. تصويب من مسافة متوسطة وضاعت، والمتابعة الدفاعية حاضرة عن طريق جوزيف. الآن مروان بغويلة يحاول المرور من الجهة اليمنى، يصوب ويسجل، يسجل، ينجح من خلال هذا التسرب في التسجيل والاستفادة من خطأ ومن رمية حرة إضافية. سبع نقاط منها رمية ثلاثية واحدة في رصيد اللاعب مروان بغويلة. ثمانية واربعين، ثلاثة واربعين، الفارق الآن أصبح خمس نقاط لمصلحة الأهلي. يسجل مروان. بداية من الساعة الرابعة والنصف بقاعة نيلسون مانديلا بمدينة زوارة هنا في مجمع سليمان الضراط. بداية من الخامسة مساء سيلتقي المروج مع الاتحاد، ويا سلام يا سلام، ولا أروع ولا أروع اللقطة، اللقطة كانت ولا أروع عن طريق اللاعب محمد كويدير، تسجيل بطريقة الدنك، وستة وعشرين نقطة. لاعب خاض التصفيات وخاض مباراة واحدة جمعته مع جمعية سلا المغربية وانتهت. نقل الكرة الآن والمحاولة ضاعت على فريق الشباب. نقل الكرة الآن والمحاولة من جوزيف، ويسجل، يسجل جوزيف. فريق العالي رغم أن فريق الشباب قدم أداء رائعا في بداية الربع الثالث، إلا أن الأمور على مستوى النتيجة اكتملت لمصلحة فريق العالي ب 51 نقطة مقابل 43. إذا 20 نقطة سجلها الأهلي خلال الربع الثالث. سيبقى حذرا من ارتكاب الاخطاء، وهذه محاوله الان الى جوزيف، يفضل التصويب الثلاثي، يصوب، ويا سلام، يسجل، يسجل الاسد الكاميروني. ثلاث نقاط من رميه ثلاثيه توسع. وصلنا الى اخر خمس دقائق واثنين وخمس من جديد. محمد كويدير يستخلص الكره، يحاول يموه، تمويه ممتاز وتسجيل ولا اروع. يعني لو نشوفوا اللقطه ركز على التمويه اللي قام به اللاعب. 62 مقابل 53، أربع دقائق وثانيتين تفصلنا على نهاية المباراة. إذن يبدأ الآن الربع الرابع والحاسم من هذه المباراة. الوداني، محمد الوداني، كعوان يمر من الأول، يحاول التقدم، يمرر الآن باتجاه محمد كويدير، كويدير يحافظ على كورتا، يمررها، ويا سلام يا سلام، ما فيش كلام، تمريرات حاسمة ومرور رائع، كل شيء كان رائع في هذه اللقطة وهذه الهجمة الأهلوية. إذا جوزيف الوداني، مروان، محمد كويدير، مر واستسجل، يمر ويسجل، يمرر أو يتقدم أو يصوب، لا تعرف ماذا يفعل. وهذه محاولة الآن والتمرير ممتاز، ممتاز الأسيست، وكأنه كان يسمعني اللاعب عبد الحليم كعوان. بالفعل يقوم بتهدئة الأمور ثم يمر بطريقة سريعة، يمرر أو يدخل مباشرة إلى السلة. لاعب يعني يملك إمكانيات فنية رائعة. إذا مشاهدينا الكرام اكتملت دقائق الربع الثالث من عمر هذه المباراة بمواصلة التقدم لمصلحة الفريق العالي، رغم أن فريق الشباب قدم أداء رائعا في بداية الربع الثالث، إلا أن الأمور على مستوى النتيجة فريق الشباب الخسارة الثانية. ألف مبروك للعالي، عض أوفر لفريق الشباب. إذا مشاهدينا الكرام انتهت المباراة ب 73 مقابل 64، وحتى نلتقيكم مجددا في مباراة قادمة
لكم مني علي العبار أطيب التحايا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.